السلام عليكم شوبير دي زاد كالعادة معكم. مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جينا نتكلموا على الأمور تاع التحكيم والترهيب وقضية تاع شكارة اللي يدفع بزاف هو اللي يربح. دي فوا تكون قرارات من الحكام وتكون يكونوا من توصيات فوقية. على ذيك احنا اليوم قبل ما ندخلوا في الموضوع تاعنا نعطي خبر للشعب الجزائري بأن الوزير الشبيبة والرياضة الأيام تاعو راهي معدودة، الأيام تاعو راهي معدودة من الخميس إن شاء الله بربي نسمعوا حاجة جديدة إن شاء الله بربي، الخميس الجمعة نسمعوا حاجة جديدة إن شاء الله بربي. وهذا خبر عطيته لكم في شوية الشعب الجزائري قالت من الخميس إن شاء الله بربي كاين مفاجآت كبار إن شاء الله. ان شاء الله بربي ونفرحوا خاطر عليه حنا نبغوا بلادنا ونبغوا الجزائر نبغوا بلادنا قبل كل شيء، نبغوا بلادنا فيها رجال ويقلبوها رجال ويخدموا فيها رجال اللي حنا نبغوهم. ومن ضروك نوجه نداء كشعب جزائري، كي نقول كشعب جزائري راني عارف الشعب الجزائري شنو باغي، نوجه نداء للسيد الحاج محمد راوراوا. احنا كشعب نطالبوا السيد الحاج محمد راوراوا وزير الشبيبه والرياضه، المنصب اللي يستاهله، المنصب اللي راه ينادي على هذا الانسان. احنا كشعب جزائري نطلبوا من الدوله الجزائريه ورجال الدوله الجزائريه يتكلموا مع السيد الحاج محمد راوراوا. رغم نعرفوا بلي السيد الحاج محمد راوراوا ميكانو المرتزقه والخونه يتهموا فيه، ما كاش اللي بغى يهدر. بصح اليوم نطلبوا من رجال الدوله اصدقاء تاعو وكلش يتكلموا معاه، وحنا الشعب الجزائري رانا نطالبوا بهذا الانسان النزيه، الانسان الرجل شخصيه كبيره، هذا الانسان رجل عظيم من رجال العظماء الجزائر هذه هي. ومن الخميس كاين ان شاء الله بربي مفاجآت كبار ان شاء الله، كاين مفاجآت كبار ان شاء الله بربي. وحنا اليوم الموضوع تاعنا نتكلموا عن الحكام اللي اصبح بعض الاطراف جعلته من قطاع التحكيم، بعض الاطراف جعلت من قطاع التحكيم سجل تجاري، ناس هم يبيعوا ويشروا. سناهم احنا نهار الاول بينوا النوايا تاعهم، هذو المسؤولين تاع كرة القدم بينوا النوايا تاعهم، شناهم كيفاش طاحوا ديريكت، كل واحد وباغي يدير صاحبه اربيت، كل واحد مكاش كاع من هذه، دابزوا على اربيت، دابزوا على النقطة الحساسة، هذا البوست حساس، منصب حساس تاع لي زاربيت، أموال كبار يدوروا فيه، إلا كانوا ناس نزهاء، مكاش أموال، بنادم يخدم يخلص شريطو طب تربح، بصح هذا المنصب حساس جدا، ناس ولا دارتو سجل تجاري، شنا حكام وين تسبوا في خسارة فرق، شنا حكام وين عطاو لي بيناتي كيما يقول لك ضربة جزاء خيالية، شنا بزاف صوالح، شنا وين حكام تسبوا في دخول أنصار إلى السجن، حكام تسبوا في دخول الانصار الى السجن. حنا نعطوا حاجه برك صغيره متى ظهرت هذه الاعلان، هذو لي بريزيدو ولاو الناس ولا تهدر ولا يقول لك نشرو ونبيعو مور الفامارس كما صات 2017 كما صات هذه الهضره، كما صينا نشوفو لي زاربيت مكاش لي يهدر معاهم، لي زاربيت مكاش لي يحكي معاهم، ناس تخل ناس نورمال تخسر. نتوما كنتو تهضروا على الكوارث ناسيونال اي ناسيونال دو، انا نقولكم هذه السيمانه الجمعه اللي فاتت هذه مقابله عين تادلس شباب بوغيرات، مقابله شاب غاليه عين تادلس شباب بوغيرات، نتوما باك ما سمعتوش بيها، راكم لاهيين غير الفوق. هنايا مقابله هنا صرات هنا كاع الجهه هذه جا منها تاع مسخرين كاع سمعوا بها،
ما قتلها تا جاو بياري، جاو سيانات، جاو تاع الشعصره مقابله، ما تشبع ما تجوع، اللي يربح ويخسر واللي يخسر ويربح كيف كيف، ما كان تا فايده. اما لما قتله بسبب حكام، بسبب اشاعات مسؤولين شاريين لاربيت، عشان نار شعلت. انتوما كنتو تشوفوا الناسيونال، اي ناسيونال دو، علاش وديتو هود تحت، هود راسك، هود راسك، عينيك قدسو عينيك، ما عطيكش طلع راسك تنخلع تقعد ليها عام وانت حاط راسك تحت. نايا سنة عرفت الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى والجولة الثانية والرابطة الثانية عديد من الأخطاء التحكيمية الكارثية التي أثرت بشكل مباشر على النتائج النهائية لبعض المباريات، على غرار ديربي الكبير بين اتحاد العاصمة ومولودي الجزائر، ولقاء أولمبي مدية وفاق سطيف، ولقاء جمعية عين مليلة وجمعية جمعية شلف، ما يطرح الكثير من الأسئلة حول الكوارث التحكيمية المتكررة والبطولة الوطنية مع اقتراب نهاية الموسم الكروي الحالي، وفي ظل الكثير من الاتهامات المتبادلة بين رؤساء الأندية بخصوص خدمة التحكيمية المقدمة لكل فريق على حساب الآخر، إلى درجة أن التشكيك أصبح علامة مسجلة في البطولة كلما تعلق الأمر بالتحكيم. وزيدوا فانك هذا الناس، هذو الناس كي يتكلموا ويجوا يقول لك حنا وكنا نقولوا وكنا زيدوا وين زعما باش ما نروحوش بعيد، تصيب أندية وفرق ورؤساء أندية لله لا حول ولا قوة لهم، وهما هذو الرؤساء انفيزيين لازم يقلعوهم، لازم يطيحوا لهم ليزيكيب تاعهم. فرق تندد بالحجرة، ولاعبون ومدربون وأنصار يؤمنون بالحكم مخدوم، يقول لك ما عليه المهم نربح. وين دخلوا ثقافة، هذو الناس جاوا دخلوا علينا ثقافة لازم ترشي باش تعيش، لازم ترمد الرشوة باش تعيش. حتى رجعنا يقول لك قدام بارتي تلعب، يقول لك يا مخدومة يا مشي مخدومة، رانا شارين شنا شارين. ومن بعد تسيب ناس في البلاطو هذه يدير لك كيما كاين لاباتك وتخبزها مليح وتطلعها، يا ودي تربح راسك، يا ودي لاباط تشري لها تشري لها لاباط تخدمها، اخدمها على 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 حاجات على اساس تاع الصح، ما تخدمش لاباط بالشري والبيع، ما تديش الرشوه قدام. درو كان جان يلعب كادي ميني على بالو بلي هذاك الجوار راه يدي سات يدي 300 مليون 400 مليون في الشهر، وتزيد تشيلو بارتي بمليار. ضرب جوار يدي 400 مليون 500 مليون شناهم، كانوا يقول لك فرق احلام ومنعوا من الطيحه، وجوار تسيبو دي 4 مليون تسيبو دي 500 مليون في الشهر منع من الطيحه. يعني هاد الناس هما اللي راهم يخسروا، هما اللي طاو ثقافة للشعب الجزائري لازم تمد الرشوة، لازم تمد الرشوة باش تمشي. هادو الناس اللي راهم يبانوا علينا في البلاطوات، ان شاء الله يتحاسبوا واحد واحد، ما يبقاش فيكم قط نملة فيكم ما تقعدشي، خاطر علاه ما عندكمش ذا. نتوما جبتوا وليتوا تحاربوا في الوطنيه، تحاربوا منا تحاربوا من تحاربوا من تحاربوا من، جبتوا تمشوا بيها حتى وليتوا تقولوا الدرابو ماهوش مشي ليشان، حتى وليتوا تقولوا الدرابو مشي ليشان، قلتوها البارح في قناه تاع الشروق، قلت لهم الدرابو مشي ليشان، كلش نسكتوا عليه. الرموز الوطنيه اللي ماتوا عليها رجاله واللي مازالوا الان يموتوا عليها رجاله، رموز وطنيه، الحذر ثم الحذر، خاطر هذا الوزير اللي سكت على هذا الفساد لازم يرحل، هذا الوزير اللي سكت على الفساد لازم يرحل، هذا رئيس اتحاديه اللي سكت على الفساد لازم يرحل،
هذه لجنه التنظيم تاع لجنه التحكيم تاع الفيدراليه هذه تاع الحكام، لازم واحد ما يقعدش ويروحوا المحاسبه، خاطش عليه تسبوا في ناس راهو في الحبس، تسبوا في ناس راهو في السبيطار، تسبوا ضرب وين وصلت، واللي زاربيت راهو في الكوما. راه عندي هنا تقرير تاع اربيت رسلوه لي جماعه هما مشكورين، تسبوا وين دخلوا ناس دي زاربيت مساكين، الله غالب راحت فيهم تاع الرابح خاسر الرابح شاري من طف، هما يدوا في الدراهم اموال راكده قاعد في البيرو يدلوها هاك بيناتي 300 مليون 3 بوا نقطه هاش على القرا، دايرين ماده دايرين دستور تاع الشري والبيع في البيروات عندهم، خاصة ذاك بهلول اللي راه يضرب كورس ودروات، بصح يجي نهارك يجي نهارك الخاين يجي نهارك، تسمع بيا هذيك الغنية تاع يجي نهارك الخاين يجي، وجميع اللي عنده الشحمة يذوب له الحمام وقاعد تدمروا البرويطة، جاي نهاركم إن شاء الله بربي. والتحية الجزائر، وحنا رانا لهنا وما يهفوناش بهذاك التقرير تاعهم تاع لا ورانا ملاح والتحكيم كلش، لا غوتي امال وكاع كاع كاع الجماعه هذو اللي راهم تاع التحكيم كاع يخدموا المصالح وحده، مصلحه نعم للملك ورانا مع الملك، وخدموا كيما بغيتوا، يقول لهم دعموني وخدموا كيما بغيتوا، هذا رئيس اتحاد يقول لهذا الجماعه دعموني وكفوا معايا وخدموا بيعوا شروا كيما بغيتوا، هذه هي. وتحيه ولاد الجزائر، وحنا رانا هنايا والوزير الخميس يروح، ربي يحفظكم صحيتو.